دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع المديريات بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف. تفاصيل أوفى مع تقرير الزميلة نعائم خالد. دشنت وكيلة محافظة تعز الشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي ومدير عام مديرية صبر الموادم محمد الكدهي حملة التحصين لفيروس مرض كورونا في مركز النور بصبر، ويعتبر اللقاح ملزما للكوادر الصحية وكذا ذوي الأمراض المزمنة وذوي الأعمار الكبيرة من 60 عاما والمغتربين. يتم اليوم تدشين تلقيح ضد وباء كورونا في محافظة تعز 70,000 جرعة، المستهدفين هم المسافرين وأيضا العاملين الصحيين ومنهم فوق العمر 60 سنة وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة. وتم التدشين في جميع في 40 نقطة ثابتة مراكز صحية و52 نقطة متحركة تعمل في أكثرها في المرافق الخاصة الصحية، وهذه هي الجولة الأولى وهناك جولة أخرى. وبدوري هنا أنبه المواطنين خاصة المسافرين أن اللقاح متوفر ولا يقعون تحت أي استغلال، وأن حصولهم على اللقاح هو أهم ما في الموضوع مجانا، وأن هذا اللقاح هو مجاني. بدأنا اليوم تدشين حملة كوفيد-19 المرحلة الأولى. نحن الآن في مركز النور، الفريق هنا فريق ثابت، عدد المستهدفين في المديرية كبار السن 3165، عدد مستهدفين العاملين الصحيين 200 عامل صحي، إجمالي المستهدفين 3365 إجمالي المستهدفين بالمديرية. طبعا هذا الجهة الشرقية، بس الجهة الغربية ما ماشي داخل معنا في الحملة، ما رضوش ينفذوا هناك. اليوم قمنا بتدشين حملة لقاح كورونا في مديرية صغير الموادم، ونشكر وزارة الصحة على هذا العمل والصحة العالمية، وسنقوم بتوزيع اللقاح على جميع المراكز الصحية داخل المديرية. وهذه لفتة كريمة من الصحة العالمية ومن وزارة الصحة ومكتب الصحة في المحافظة على مكافحة مرض فيروس كورونا الذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل ملفت. تجاوب مجتمعي في عملية التلقيح ضد كوفيد-19 في تعز بسبب ما سببته المرحلة الثانية من وفيات وإصابات كثيرة في تعز. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.